السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زعيري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورو في نكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطيرة لكل شعوب المغرب العربي الكبير، من المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى موريتانيا. وصحة رمضانكم وتصوموا بالصحة والعافية، وإن شاء الله رمضان هذا يخرج لنا كما يقولوا بالخير والبركات لكل الأمة الإسلامية أجمعين. خاوتي حصة اليوم نبعتوها لجماعة، واحد الفيديو قال لك باللي الخط الوردي قوس قزح، وزير الري والفلاحة ووزير التهيشير ووزير الهيشهر قال لك قام بلقطة ما تأمش عقلك للصحفيين في مطار هواري بومدين على جال صونة تاع تليفون. دروك أنا نعطيكم شقين على هذا الفيديو، على هذه الضربه. قال لك باسكو خلاهم اونجو وراحوا خلاهم وما قايم جدد. شوفوا الفيديو في راح بحبي، ونقول لكم خاوتي اللي فيها واللي ما فيهاش، اسكو عنده الحق اسكو ما عندوش الحق، اسكو نخرب. هذه هي اللي وصلوا روحه، اللي وصلوا روحه الحق، هما وصلوا روحهم. شوفوا معنا اللقطه هي الخاوه، والله العظيم لا جاني الضحك. Il y en a qui prend le temps d'éteindre son téléphone. Salam alaikum. شوف هذه كان جا مستوى عالي نحكي عليها، ولكن مستوى راه في الحضيض. لا من جهه فئه من الصحافه، حوالي 70-80% الاغلبيه راهي فئه تاع تهايشين وتاع تاع لوفي، ولا من جهه الناخب الوطني متهايشر، الزوج مهايشرين هما. بصح انا في هذه شوف على بالي نجيب لكم واحد الفيديوهات مدربين كبار على الرنه تاع التليفون ما طاحوش خشان، ولكن حبيبنا ما بكري ما يطيحش من العاود. ولكن في هذه مستعرب بيك باسكو لقيت لها يشهر، لقيت صحافة لها يشهر وصحافة الطحين لقيتها، وما لقيتش كون لقيت صحافة صحيحة ما ديرش كيما سوني التليفون راه مشكل. انا هو راك انت راك تفوت في الباك، راك تفوت في ليكزام نتايا، راك في الجامعة نتايا، الجامع يديرونجي في الجامع، واحد صوني تاع التليفون ديرونجي الناس اللي صلوا، انت راك هنا في الاروبور برا في الهواء في حبوبة، علاش راك دير هكا؟ بس انا نستعرب بيك باسكو هاد الصحافه يستاهلوا الطحين اللي كدير لهم، باسكو من بكري راك مهايشرهم ويتوجر يشيتوا لك. واش دا جدكم انتم لايروبور؟ واش داكم؟ دار معاكم كونفيرونس دو براس، دار معاكم كونفيرونس دو براس مور ستاد، دار لكم زون ميكس، على تروحوا تقارعوا له. انا شويه ضد تقارعوا اللاعبين في لايروبور من نجوم فرنسا، راني ضد تقارعوا لونترينر من نجم قطر من بلاده قطر بيان سور بلاده. ها بيان تقول لك دير جنسيه قطريه، ما تتفاجئوش، هذا زلت لسان. هيا وين نروح بكم انا؟ رخصكم تستاهلوا يا حبيبي. قال لك مورينيو رد على الناس في الهاتف اثناء مؤتمر صحفي رسمي، كونتي عدت ها مولا نبعثوها لبس ما نديروش الصوع على الدرواتر ها. ها تاع ليفربول هاليك ها هاي ريبوندي في التليفون ها 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 تاع اشبيليا ها شوفوا ها نورمال ويضحك معاهم ويلعب كونتي تاع تشيزي دوك يخرج كونتي هو تاع مورينو راه جبت لكم تاع مورينو تاني بس ما عليش قال هايشر خليه قال مهايشرين وراه تاع كونتي وراه هاي تاع مورينو ها what I want I have from them since they won What I want is them to be with the team, and they always are. وعند سأتلفون عندك في الطاولة. ها مورينيو.
الو يا من حوس على راجلك صحافي اسم توك سبورت هات شخصي من شكون هذا التليفون اه اه وانت ساكن اه بك يجي مولاي يدي مرتين تعيط فيلم توك سبورت شنو هذه خدام مدام مرتين خدام عادي مريح وضح ضح هو مريح نورمال تحك مع سنوفيونس هاب وقرر علاش عقلي تشبه مع الصحافيين وهذا لا بصح كاين صحافة العيشر مليح لكم الكف مول الكف من هو هذاك البولبول هذاك تاع لي مساوج لما روح وزير السعاده وروح تستاهلوا واش صار فيكم يخلوا لكم اوجو باسكو ما لقاكم زيرو لقاكم نتوما زيرو كيف كيف كاين 30% تاع الصحافه راهي تحشم بيكم صحافيين كبار راهم يحشموا بهاد الصحافه تاع الدر انت فيسبوك والشيطه فيسبوك والشيطه ايه بدي احكي منا ايه وين راك رايح ها رخصكم اليوم هذا مدرب معرور قلت لكم مدرب متعجرف ثم مدرب هذا ربح غير النيجر باسكو تشوكه من الاداء العالمي تاع المغرب البارح تشوكه تخلطت عليه جبدنا له تصويره تاع سياق الحافله في الجامعه تاع مركز سيدي موسى ربح دراع مع النيجر الجروب راه ماشي دون الله مليح كان دي كلون راه في ليكيب اي ودي كاين واحد الصوره ما يجي الوقت نحكوهم بشويه بشويه وكاين 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 جاي انت ها صون التليفون وين المشكل وين راه المشكل صون التليفون راك في جامعه انت راك في تصلي في التراويح انت راك مديرونجي تصلي بالجمعه يجي الوقت هضر لهم على رمضان في تونس تونس غير هنا جوج خطاوي يا حافظ يا سطا وين نروح بكم يا صحافة الخوش وين نروح بكم تستاهلوا انا اليوم دعاء مليح لكم مليح جاتكم باسكو نتوما توصلوا لرواحكم شديك تروح لايروبو علاه تروح لايروبو الناس كي تلقاه الربعة تاع الصباح قاعد في لايروبو لاني قرع بالماضي قرع عليك مسموهم جايين علاش دار لك كونفيرونس في ديك البلاد ودار لك كونفيرونس في السطاد دار لك صاي صابو على شكون غير نتوما تقارعوا غير نتوما تقارعوا غير نتوما لو سيت بيف لو موند اللي قارع هاد الناس الشتاء تتمشى فيكم ما تهضر مع هذاك ساعه يمكن الله لا كونفيرونس لو كان ما تروحش النهار يروحوا الشروق ومن بعد نديروا تاعي نوض عليا من بعدكم يروحوا الشروق يروحوا للحياه من الحياه تروحوا للهداف من تغدوا في بعضكم تزيدوا الشتاء لعماركم هاو الصوت رواحكم كان ما انا ما شين ديفوندي عليكم ما هذوك اللي كانوا في السطار اللي كانوا في الايروبون ما يستاهلوش ديفوندي عليهم باسكو صحافه تاع تعناش صحافه تاع خرطي 80% صحافه الجزائر خرطي وهذا لقاكم ولكن للاسف ثاني الناس راهي تخدم باسكو دي يخدموا باطل هاد الصحافيين راهم يروحوا شوف يروحوا السطاد يروحوا كونفيرونس يروحوا ديك المهم حوم تاعي يدير سيلفي ويدير فيسبوك ولا يدير تيك توك وصاي هو ما خلص 4 شهور كاين نص ماشي خالص كاع عام ماشي خالصين يزيد على روحه يمكن لا ندير في الاكسبيريونس لا يقول لك انا عمر في السي في تاعي السي في تاعك عمرها بدل وطحين المهم انا نشوف بالماضي ونشوف السطاد ويشوفوني في السطاد الناس داير باج هاكا اكريديتاسيون صاي هو مقله ما عندهاش الاغلبيه يروح يخدموا كلونديستا كان يخدم كلونديستا كان يخدم مانوفري كان يخدم ماسون ما لحقوش ويروح ما خويا يروح نبدل حرفه وما نبدلش هذا الدل بصح مدرب مغرور مغرور 100% سيد راه يلعبك مع النيجر قال لك مقابله قويه وكذا وكذا دوك ندير لكم لكم حصه على الديكلاسيون تاعها ان شاء الله تحيه لكم خوتي 1 2 3 فيفا ناجيري وزير التعاسه وزير التهيشير كمل راك مليح راك عاجبني كمل كمل تهيشر مع الهيشير ما دام الهيشر معك كمل في التهيشير تاعك 1 2 3 فيفا ناجيري صحافتكم وتصوموا بالصحه والعافيه